أحس إنه مقلب، هكذا علقت المؤثرة نهى نبيل عبر سناب شات على إطلالة جورجينا خلال حفل إطلاق عطرها الجديد الذي جمعت فيه أهم المؤثرات وخبيرات الموضة والتجميل، حيث ظهرت نهى برفقة الفنانة إلهام الفضالة والدكتورة خلود، وقالت لهم ممازحة إنهن بالغن باختيار ملابسهن، حيث اخترن ملابس مليئة بالريش والترتر، إضافة لاعتمادهن المكياج القوي وتسريحات الشعر المميزة. بينما ظهرت جورجينا بإطلالة بسيطة جداً بفستان أسود سادة وتسريحة شعر عادية ومكياج خفيف رغم كونها صاحبة الحفل، لتقول إنها شعرت وكأنه مقلب من جورجينا. أما عن عطر جورجينا فتميز بالتقديم المميز، حيث اختارت أن تكون علبة العطر تشابه شغف جورجينا بالحقائب لتكون بشكل حقيبة وردية تشبه حقائب بيركن المدللة لديها. فهل من الممكن أن يكون مشروع جورجينا القادم عبارة عن خط خاص بالحقائب تنافس به العلامات الفاخرة؟